بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد فريق النادي الأهلي بالأمس يمكن عمل مباراة كبيرة، فاز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. بنتكلم عن نتيجة وأداء ومستوى وصدارة وبداية موفقة لمارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي في بداية هذا الموسم، سواء في البطولة الإفريقية والتأهل لدور المجموعات أو حتى في الدوري والتألق في أول ست أسابيع والفوز بكأس السوبر. نتمنى يا رب الاستمرارية على نفس المشهد والأداء والنتائج خلال الفترة القادمة. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتيرة قوي، لأن هنتكلم على مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في تفاصيل مهمة جدا بخصوص هذه المباراة، وكمان هنتكلم على قرعة دوري أبطال إفريقيا. بالأمس كانت قرعة دور ال 16 دور المجموعات، وكلنا شفنا المجموعة اللي مع النادي الأهلي، أقوى مجموعة، المجموعة الثانية اللي فيها الأهلي وصن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني. وكمان هنلقي كده الضوء شوية على مباريات كأس العالم، والنهاردة أولى مباريات الدور نصف النهائي. ولما تقول نصف نهائي كأس العالم، محدش يتخيل ولا يصدق إن يكون في فريق عربي إفريقي موجود في هذه المرحلة المهمة. غدا بإذن الله مباراة المغرب وفرنسا، ولكن اليوم مباراة كرواتيا والأرجنتين. حلقة فيها كواليس مهمة جدا وموضوعات مهمة كالعادة هتشوفوها من خلال برنامج الترند. لكن بسرعة نبدأ حلقة اليوم بسؤال حلقة النهاردة، وسؤال حلقة النهاردة عايز أعرف رأيكم في قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا المجموعة الثانية اللي فيها النادي الأهلي مع صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لفيوتشر، وكمان عبد الحفيظ يؤكد أن قرعة الأهلي الإفريقية صعبة، وفي ترند المونديال المغرب تحلم بالنهائي. الحلم يا رب بإذن الله يكون واقع خلال الساعات اللي جاية، ومتفائل بإذن الله تكون مباراة المغرب وفرنسا بداية جديدة للكرة العربية والإفريقية في المونديال. طيب النهاردة استعراض المباريات، النهاردة في مباراة مهمة جدا في نصف نهائي كأس العالم، اللقاء الأول ما بين الأرجنتين وكرواتيا، هتتلعب المباراة الساعة 9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وطبعا مباراة قوية جدا، الأرجنتين بالمدرسة ميسي والكروات بالمدرسة الدفاعية الصلبة، ما فازوش غير في مباراة واحدة لكن وصلوا إلى المباراة نصف النهائي لكأس العالم، وبيقرروا نفس الإنجاز اللي حققوه البطولة اللي فاتت، وصلوا المباراة النهائية، وده تاني تأهل على التوالي لمرحلة السيمي فاينال. طيب دي كانت النهاردة أهم المباريات، أو أهم مباراة النهاردة بالنسبة للمباريات الدولية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأهم الأخبار والمعلومات في فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب قبل ما أدخل في التفاصيل الكورة والماتشات وماتش الأهلي امبارح وقرعة دورة أبطال إفريقيا النهاردة، كان في مؤتمر صحفي مهم جدا للنادي الأهلي، يمكن حضره الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، بخصوص مشروع الرعاية الصحية اللي تم الاتفاق عليه مع شركة إيدم للخدمات الطبية. يمكن هذا المشروع أو النادي الأهلي تحديدا مش بيتعامل مع الرعاية على إن فكرة الفرق الرياضية ولا الاهتمام بالألعاب الفردية ولا الألعاب الجماعية، لا، النادي الأهلي بيتعامل كمؤسسة عنده أعضاء وعنده موظفين وعنده عاملين وعنده فرق رياضية وعنده فريق كورة، عنده حاجات كتيرة جدا بيشتغل عليها. النهاردة في فكرة إنك تعمل تعاقد مع شركة للخدمات الطبية عشان هذه الشركة تقدم أو تقدم خدمات طبية لأعضاء النادي والعاملين والموظفين في النادي الأهلي، ده أنا بعتبره عنصر مهم جدا من عناصر نجاح النادي الأهلي، وهو الاهتمام بكل العناصر اللي موجودة في منظومة النادي الأهلي. وكمان انت مش بتهتم بالبنية التحتية بس، لا، انت واخد الهرم كله من تحت لغاية فوق، البنية التحتية، الفرق الرياضية، الأعضاء، العاملين، الموظفين، فريق الكورة، النشاط الرياضي، كل الأمور دي بالتأكيد محل اهتمام من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. الكابتن الخطيب النهاردة اتكلم على ان الاهلي منذ نشاته في 1907 ورغم تعاقب الادارات والمناصب، لكن عنده منظومه متكامله من عناصر متوافقه بتضم الاعضاء والجماهير والعاملين وكمان والفرق الرياضيه، وان المنظومه دي مترابطه بشكل كبير جدا، وفي دايما هدف الكل بيشتغل عليه خلال السنوات الاخيره، وده مش من النهارده، ده من اول ما تم انشاء النادي الاهلي عام 1900
وسبعة. في كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب بهذا أو في هذا الحدث المهم جدا، تعالوا نسمع ونشوف الكابتن الخطيب قال إيه، ونخرج فاصل وبعد الفاصل نرجع لأن عندنا كلام مهم جدا بخصوص بعض الأحداث الرياضية اللي تمت بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد الدكتور إيهاب كامل رئيس مجلس إدارة شركة إيدام للخدمات الطبية والعضو المنتدب، وبرحب بكل السادة الحضور. وأنا النهاردة حقيقة سعيد جدا أن أنا شايف مجموعة كبيرة من أعضاء النادي موجودين، يعني أسر المكان، وأتمنى نكون باستمرار نكون موجودين مع بعض إن شاء الله. يعني الحقيقة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا احنا كلنا كأهلوية. النادي الأهلي منذ نشأته 1907 وهو منظومة متكاملة كل عناصرها بتكمل بعض، تتعاقب الإدارات وتعاقب مجالس إدارات، المديرين، اللاعبين، الفرق، كل الناس بتتعاقب، ما حدش بيخلد، ولكن في الآخر تفضل المنظومة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى تفضل المنظومة كلها متناغمة ومتماسكة بكل عناصرها، إدارة، أعضاء، جماهير، عاملين، لاعبين، كل المنظومة دي مع بعض كده، وكل أفراد الفرق الرياضية المختلفة كلهم بيجمعهم حاجة واحدة بس، الكيان. الكل على الأقل برجل واحد، الكل في ظهر وخدمة الكيان، كل واحد طبعا في موقعه، يعني لان احنا كلنا لما بنحاول نخدم المكان اللي احنا اتربينا فيه، المكان اللي يعني جمعنا كلنا، اللي المكان اللي بيخلي شريحة كبيرة جدا 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 من الشعوب، مش عايز اقول بس الشعوب الاهلوية في كل مكان في العالم، لما نكون احنا عارفين ان دوت بيسعد الناس، كل واحد بيقدم الخدمة دي اعتقد ان ربنا برضو يجازيه خير ان هو يستطيع انه يساهم في اسعاد الناس وإضافة تاريخ جديد وتاريخ مستمر بإذن الله لنادي يعني وللكيان النادي الأهلي. كنت بس بقول دائما أنا في كلماتي يعني أن جمهور النادي الأهلي هو السند وهو الشريك في كل النجاحات والانتصارات، لكن وأعضاء النادي الأهلي، أعضاء العاملين في الأهلي، هم جزء أساسي وحيوي وفاعل من جماهير الأهلي العريضة والعريقة. أعضاء الأهلي وجماهيره هم أول من يعطوا الثقة والقوة لمجلس لأي مجلس إدارة. لما يكون في ثقة في مجلس الإدارة سواء من الجماهير من الأعضاء، وخاصة الأعضاء اللي هم الأعضاء العاملين اللي هم مطلعين باستمرار جوه النادي على ما يقدم من مجلس إدارة، أعتقد أن هم بدعمهم بيخلوا الناس تزيد وتخلي الناس تحب دايما أنها يعني تشتغل اكتر وتشتغل اكتر بحب. الدعم للكيان والحرص على مصلحته هما الاساس، من غير بقى النظر والاسماء والاشخاص، زي ما تقول كلنا زائلين، كلنا زائلون او زائلين بقى اللي حدش يعقب عليها في اللغه العربيه، يعني كلنا في زوال الا طبعا الله سبحانه وتعالى، ويبقى الكيان بيتعاقب عليه ناس، لكن الكيان موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا زي ما قلت في كلماتي قبل كده برضو، احنا كلنا ككتلة واحدة، اعضاء، عاملين، جماهير، ادارة، ادارات الفرق، كل اللي عاملين في النادي، لها ادارة تنفيذية، مجلس ادارة طبعا، كلنا بنسعى يعني لكل نقدم ونحاول مع بعض كمنظومة واحدة نقدم دايما الشغل اللي يعود بالخير بإذن الله على النادي الأهلي اللي بنفخر جميعا اللي يعني بالانتماء ليه. واحنا كمجلس إدارة خدنا عهد على أنفسنا من ساعة ما ابتدينا وقبل ما نبتدي كمان، ان احنا بنبذل أقصى جهد لينا في خدمة هذا الكيان. محدش فيه يعني ان احنا الواحد تعهد الله سبحانه وتعالى ان كل دقيقة تمر في عهدنا في خدمة الكيان يكون للخدمة الكيان ده بدون أي تطلعات أخرى.
علشان كده احنا ما بنبخلش ابدا باي جهد ولا وقت، وبنسعى دايما ان احنا نقدم للاعضاء كل اللي ربنا بيقدرنا عليه. مش بس في الانشاءات، الحمد لله عندنا زي ما قلت قبل كده عندنا 4 أندية الحمد لله يعني، والاربع أندية بتشهد انشاءات كتير الحمد لله رب العالمين، ومش بس بطولات اللي ربنا يزيد ويبارك فيها باذن الله وتستمر ان شاء الله على طول، لكن كمان ابتدينا نبص على كل الخدمات اللي بتقدم. في خدمات بتقدم داخل النادي، لكن في خدمات تانية بنحاول نوفرها وتكون مفيدة بالنسبة لكل الأعضاء على اختلاف أعمارهم وظروفهم. النهاردة بنقدم برنامج الخدمات الصحية لكل الأعضاء وأسر العاملين في كل المراحل السنية ولمدة 4 سنين إن شاء الله من دلوقتي. وبعد ما الأستاذ شريف يمكن قال الكلام كده في كلمته أو أدنا فكرة مختصرة يعني عن الموضوع، هترك طبعا للسيد الأستاذ إيهاب شرح كل التفاصيل المهمة عن التعاون المشترك لخدمة أعضاء النادي. أخيرا هاني والشكر موصول لكل واحد من حضراتكم، بشكركم جدا جدا على تواجدكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا دايما لخدمة هذا الكيان الكبير. شكرا جميعا لجميع السادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم حضراتكم من جديد. طيب، امبارح كانت قرعة مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وكان فيه اهتمام جماهيري وإعلامي بالتأكيد في ظل إن في 4 أندية مصرية بتشارك في مسابقات الأندية الإفريقية، أهلي وزمالك دوري أبطال فيوتشر وبيراميدز في كأس الكونفدرالية. طيب، بالنسبة لقرعة دوري أبطال إفريقيا، المجموعات امبارح يمكن تم الكشف عنها بشكل رسمي بعد إجراء مراسم القرعة هنا في احدى الاستوديوهات في مدينه الانتاج الاعلامي، وزي ما انتم عارفين الحمد لله يمكن برنامج الترند كان سابق الكل في مساله تحديد موعد القرعه، تاجيلها، تتعمل فين، كل التفاصيل الخاصه بهذه القرعه. قدامكم على الشاشه يمكن دي مراسم القرعه، ويمكن المجموعه الاولى اسفرت عن الوداد وبيترو اتلتيكو الانجولي، شبيبه القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي. مجموعه متوازنه، ليست صعبه وليست سهله، فيها فرق متمرسه لدوري ابطال افريقيا ابرزهم فيتا طبعا وشبيبه القبائل والوداد وبيترو اتلتيكو، لكن اكيد هتبقى في متناول الوداد وهيبقى في صراع على المركز الثاني ما بين شبيبه القبائل وبيترو اتلتيكو. طيب، نروح للمجموعه الثانيه، ودي مجموعه النادي الاهلي بنعتبرها كلنا وكل الاراء الفنيه اللي قريبه جدا من الكره الافريقيه شايفاها اصعب مجموعه، بل اطلقوا عليها بالامس مجموعه الموت. الاهلي، مامولدي سان داونز، الهلال السوداني، القطن الكاميروني. ليه الناس بتقول دي مجموعة الموت؟ أولا اسم الأهلي وتاريخه وشعبيته الناس كلها عارفة تاريخ الأهلي ومشوار الأهلي في البطولات الإفريقية. مامولدي سان داونز يمكن منافس للأهلي في آخر 5 سنين حوالي 4 مرات أو 5 مرات حتى من آخر 6 نسخ، موجود مع الأهلي دايما في كل المباريات والمنافسات، فبالتالي مجموعة صعبة جدا في ظل أن المجموعة دي معظم الفرق اللي فيها يمكن كان سبق ليها الفوز بدوري ابطال افريقيا بتوصل للمراحل النهائيه، عندها جماهيريه، ملاعبها بتحظى باهتمام اعلامي وجماهيري كبير جدا. لو الناس فاكره ان الهلال السوداني ليس بالمستوى الفني اللي كان موجود في السنوات السابقه، لا، الهلال السوداني السنه دي في هذه البطوله هتبقى نسخه افضل كتير جدا من النسخ السابقه. اولا بيدرب فريق الهلال المدرب الكونغوري فلوران مبينجي، مدرب يعني تاريخ كبير في الكرة الإفريقية، كان ماسك فريق نهضة بركان في الموسم الماضي، تولى مسؤولية فيتا كلوب قبل كده وواجه الأهلي في العديد من المناسبات. بخلاف كل ده بقى، تعال نبص قائمة الهلال السوداني. أولا الهلال السوداني سجل 37 لاعب في قائمته الإفريقية الأولى، من ضمن ال 37 في 9 لاعبين أجانب منهم 2 تحت السن، يعني حارس المرمى عيسى فوفانا ده تحت 20 سنه ده حارس مرمى ومن كوت ديفوار، الكاميرون اللاعب الكاميروني سليمان مبنجا، الانجولي فيكتور ناسيكي، الغاني ابراهيم ايمورو، الايفواري كلود سيجوني، الملاوي جيرالد فري، النيجيري عبدول اجاجون، الكونغولي ماكابي لوليبو، الجامبي لامين جارجو ده لاعب تحت 20 سنه. قائمه الهلال فيها 9 لعيبه افارقه و9 لعيبه منهم 2 تحت 20 سنه
مستويات عالية جدا في مسابقات الشباب في منتخباتها سواء في كوت ديفوار أو في منتخب جامبيا، وبالتالي فريق تعمل له ألف حساب. الهلال السوداني السنة دي بيلعب على ملعبه كامل العدد، جماهيرية كامل العدد، مفيش أعداد محددة زي ما كان بيحصل في السنوات السابقة. فبالتالي سان داونز كلنا عارفينه من غير ما نتكلم عليه، كمان سان داونز السنة دي جاب لعيبة بتلعب في شمال إفريقيا، جاب لعيبة من أمريكا الجنوبية، عمل تحديث في القائمة الإفريقية بتاعته. طب نروح للقطن الكاميروني، معروف القطن الكاميروني والكرة الإفريقية الناس كلها عارفة ملعب جروة وصعوبة ملعب جروة والرطوبة ورحلة السفر. كمان من ضمن الصعوبات اللي في مجموعة الأهلي مش المستويات الفنية وقدرات اللاعبين وكمان الشعبية المتعلقة بكل فريق في بلده أو في مدينته، لا كمان رحلات السفر. تتكلم ما يقرب من حوالي 10 ساعات رحلة سفر لجنوب إفريقيا، 5 ساعات ونصف رحلة سفر إلى الكاميرون، بتبقى طيارة خاصة، لو مش طيارة خاصة ممكن توصل ل8-9 ساعات، بالإضافة إلى المباراة الجماهيرية الكبيرة مع الهلال السوداني في الخرطوم ملعب أم درمان. فبالتالي مجموعة صعبة جدا على جميع المستويات زي ما شرحت لحضراتكم، لكن طبعا النادي الأهلي بما له من شعبية وقدرات فنية وصاحب التاريخ الكبير في المسابقات الإفريقية إن شاء الله مرشح لصدارة هذه المجموعة. طب نروح للمجموعة الثالثة وهي أسهل المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، الرجاء المغربي مع حرية كوناكري الغيني، سيمبا التنزاني، والمشاركة الأولى لبطل أوغندا فايبرز بطل أوغندا. هي مجموعة الأسهل في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، تأهل الرجاء مضمون، والصراع بالتأكيد هيكون ما بين سيمبا وحرية كوناكري إلا إذا كانت فيه مفاجأة من بطل أوغندا. المجموعة الرابعة ويمكن قصر الحديث فيها لكن أنا شايفها على المستوى الفني مجموعة متوسطة، لكن على المستوى الجماهيري طبعا دربيات عربية كبيرة. بنتكلم الترجي التونسي، الزمالك، شباب بولزداد، والمريخ السوداني. مجموعة يعني نقدر نقول متوسطة فنيا لكن دربيات عربية كبيرة وهيبقى فيها حضور جماهيري كبير. السؤال اللي الناس كلها سألته من امبارح، مين هيلعب فين؟ الهلال في ملعبه، المريخ في حتة تانية، الفرق الجزائرية، عشان تبقوا عارفين اللي بيحصل في المرحلة الحالية. حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد أي ملعب لأي فريق من 16 فريق. يعني البعض يقول لك ايه، ما الاهلي عارفين بيلعب فين والزمالك بيلعب فين، عارفين، والترجي معروف بيلعب في رادس، ولكن دور المجموعات الاتحاد الافريقي بيبعت خطابات للانديه التي تاهلت لهذه المرحله وبيقول لهم بلغوني بالملاعب اللي هتلعبوا عليها، هي نفس الملاعب اللي لعبت عليها الدور التمهيدي ولا هتختار ملاعب اخرى؟ ليه بقى؟ لان بعد كده الكاف بيبعت لجنه تفتيش على ملاعب هذه الانديه، لجنه تانيه غير اللي تم في بدايه المسابقه، وبيشرف على تفتيش هذه الملاعب. اي ملعب غير مطابق للمواصفات والمعايير بيتم استبعاده، ومش معنى اللي انت لعبت في الدور التمهيدي في ملعب هو اللي هتلعب عليه دور الـ16 او دور المجموعات. المعايير بترتفع والتفاصيل اللي الاتحاد الافريقي بيحتاجها في ملاعب دور المجموعات بتبقى معاييرها اقوى من مباريات دور التمهيدي، وبالتالي ممكن تحصل تعديلات حسب ما كل نادي هيختار ملعبه، لكن الشكل النهائي لملاعب هذه المجموعات هتعلن بشكل رسمي في اول يناير. طيب ترتيب مباريات الاهلي، الناس كلها بعد ما شافت مجموعه الاهلي عايزه تعرف الاهلي هيبدا ازاي ويروح فين ومشوار البطوله هيبقى ازاي. اول مباراه للاهلي هتبقى مع القطن الكاميروني في القاهره احد ايام 10 او 11 فبراير. المباراه الثانيه الاهلي سيسافر الى السودان لمواجهه الهلال احد ايام 17 او 18. بعد كده الاهلي يلعب مع سان داونز في القاهره احد ايام 24 او 25 فبراير. بعد كده الاهلي يسافر يوم 7 مارس الى جنوب افريقيا لمواجهه سان داونز ايا كان بقى فين، في جوهانسبرج، في بريتوريا، كل ده لسه هنعرفه خلال الشهور اللي جايه. بعد كده يسافر ايضا الى جروة لمواجهه القطن الكاميروني احد ايام 17 او 18 مارس، ثم تختتم مباريات المجموعه الاهلي يواجه الهلال في القاهره احد ايام 31 مارس او 1 ابريل. نفس ترتيب مباريات الاهلي لما كانت السنه اللي فاتت، بس شيل الهلال او شيل القطن الكاميروني وحط المريخ السوداني، نفس المجموعه بس شيل القطن او شيل المريخ وحط القطن الكاميروني، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه المجموعه لان هو بينافس على البطوله مش بينافس بس على بطاقه التاهل لدور الكوارتر فاينل. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع، لسه عندنا اخبار وتفاصيل بخصوص مباراه الامس والفوز الكبير والعريض على زعيم الصغر الاتحاد السكندري بثلاثيه مقابل لا شيء. اهلا بحضراتكم من جديد، وترند الاهلي واخبار الاهلي وكل ما يتعلق بالاهلي خلال الساعات الاخيره. هبدا كلامي بالحديث عن مباراه الاهلي والاتحاد السكندري اللي اقيمت بالامس على ملعب الاهلي بالسلام، واللي حقق فيها الاهلي 3 نقاط مهمه جدا وانتصار كبير ب3 اهداف ايضا كمان
أهداف بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق. مباراة الأمس يمكن فيها تفاصيل كتيرة قوي ممكن تتقال، ولكن الرسالة اللي عايز أقولها بغض النظر عن الفوز والأداء والنتيجة والثلاث نقاط وصدارة الدوري، الأهلي من 6 مباريات خد 18 نقطة، أقوى معدل تهديفي، حفاظ على نظافة الشباك في 6 مباريات، انطلاقة قوية. أنت بدأت الموسم بالفوز على الزمالك في السوبر، ودي بداية ولا أروع ولا أجمل من كده. ولكن اللي حصل في مباراة المحلة واللي حصل في مباراة الاتحاد بالأمس، أنا ليا رسالة للعيبة النادي الأهلي. اعتبر نفسك بتلعب مباريات نهائية، اعتبر نفسك بتلعب على مباريات كاس، مش دوري ونقاط وتجميع نقاط، لا. لأن اللي حصل في نسختين الدوري، الموسم الماضي والموسم قبل الماضي، لازم نتعلم منه الدرس، اللي هو لما تجيلك فرصة محققة لازم تستغلها أفضل استغلال. فكرة إهدار الفرص رغم إنك كسبان 3، ده يعني أنت مهم جدا تعمل سكور وتكسب، ده كويس. يعني شايفين فرصة زي امبارح دي، الحمد لله قفشة اتعمل فيها بشكل كويس، والمهدي سليمان كمان ساعد قفشة في إن هو يعمل باص هدف لأكرم توفيق. لكن في بعض الفرص امبارح لو الاتحاد كان أحرز الضربتين الجزاء كانت المباراة هتتصعب. نفس الأمر في ماتش المحلة، لو تقنية الفي آر، لو محمد الحنفي كان مهزوز ومش قادر يصر على قراره بعد تدخل محمود بسيوني، كان ممكن يطرد محمد الشناوي. ما هي الأخطاء اللي حصلت دي التحكيمية هي اللي حصلت السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت، وهي اللي خسرت الأهلي الدوري بالمناسبة. يعني لو أنت عندك أخطاء فنية نسبتها أقل من نسبة الأخطاء التحكيمية. فالسنة دي مارك كلاتنبرجي في أكتر من مناسبة لما طلع وظهر من خلال صفحة الاتحاد الرسمية على الفيسبوك قال إن في أخطاء تحكيمية، ومع ذلك الحمد لله الأهلي بيقدر يكسب. بس أنت مش في كل مرة هتقدر تكسب 2 و3، أو مش في كل مرة الشناوي هيصد ضربة جزاء، أو مش في كل مرة الحكم اللي موجود في الملعب مش هيتأثر بحكم الفي آر. يعني المرة دي محمد الحنفي كان صاحب قرار ورفض إنه يطرد الشناوي. محمود البنا امبارح كان في اكتر من لعبه كان ممكن يتاثر بالفار اكتر من القرارات اللي حسبها. طب بلاش كده. لو تتذكروا الموسم الماضي هو مش في مره محمد سلامه ميدو اكبر امين عمر على الغاء هدف للاهلي امام البنك الاهلي نتيجه ان استئناف اللعب كانت غلط، ورغم ده مش موجود في بروتوكول الفي ار. هي الفكره انا عايز اقولها، انت بلاش تحط نفسك تحت رحمه اي حد، سواء حكم مساعد، حكم رابع، تقنية تسلل، تقنية الفي آر، كل الحاجات دي لازم أحطها في الحسبان. أنا بلعب ومعايا مدرب شاطر جدا، أفضل مدرب في الدوري المصري، ويمكن مدرب أنا شايفه يتفوق على فايلر كمان في البداية اللي بادئ بيها مع النادي الأهلي، ولكن أنا في عوامل أخرى هي اللي خسرتني الدوري السنين اللي فاتت. فبالتالي مهم جدا أركز في المباراة، مهم جدا أستغل الفرصة اللي بتجيلي، مهم جدا ولا نازل كتغيير سواء بين الشوطين او في نهايه المباراه ابقى نازل عايز اعمل حاجه، ببقى زعلان كمان وانا قاعد على الدكه، لا نازل عايز اساعد زمايلي. الموسم لسه طويل واحنا لسه في اول 6 أسابيع من الدوري، فمطلوب من الكل ان يكون في حاله تكاتف، اللي قاعد على الدكه دوره ما يقلش عن الدور اللي موجود لل11 اللي بداوا المباراه، اللي ينزل لازم ينزل ويلعب بشكل كويس عشان يساعد زمايله وفرقته ان هم يكسبوا. الموسم طويل، وصدقوني والله انا بقولها مش بناء على توقعات، بقولها بناء على معلومات. يا جماعة ركزوا كويس جدا في مباريات الدوري وحاولوا تحسموا المباريات مبكرا، لأن في عوامل غير مباشرة ممكن تؤثر على النتائج في الفترة اللي جاية. حصلت في كام مباراة سابقة، وأنا بعتبر إن اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي كان ضوء أخضر أو ضوء أحمر، يعني إن هو يديك انتباه إنك تاخد بالك من اللي جاي. لأن مباراة المحلة بالأخطاء اللي حصلت فيها، وده مش باعترافي أنا ولا كلامي أنا، ده بكلام مارك كلاتنبرج، ضربة جزاء لم تحتسب، استدعاء الفار لحكم المباراة استدعاء خاطئ لأنه كان عايز يطرد الشناوي، والشناوي لعب الكرة ما كانش فيها أي حاجة أصلا، وحتى كان الأهلي كان ليه ضربة جزاء وحكم الفار ما استدعاش محمد الحنفي، كارت أحمر للاعب المحلة وحكم الفي آر مش شايف وحكم المباراة ما خدش باله، 3 قرارات مؤثرين. تخيل أنت لو المحلة كان أحرز هدف كان ممكن المباراة يحصل فيها إيه؟ نفس الأمر امبارح. ومع ذلك لما بتحصل أخطاء تحكيمية خدوا بالكم ما بنشوفش عقوبات. يعني محمود بسيوني أخطأ في مباراة المحلة، هل تم إيقافه؟ الله أعلم. الأسابيع جاية وهنعرف اتوقف ولا ما توقفش.
مش معنى ان كلاتنبرج عمل فيديو وطلع وشرح وقال ان الحكم غلط يبقى انا كده خدت حقي، لا، الحكم اتعاقب ولا ما اتعاقبش. نفس الامر امبارح بالمناسبه، يعني انا امبارح فوجئت ان الكابتن محمد عباس حكم تقنيه الفي ار على مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، هو نفسه اللي مارك كلاتنبرج قال اخطا في مباراه فاركو والداخليه لما احتسب فاول والكوره هدف، بل بالاضافه لده كمان حكم تقنيه الفي ار بيقول له كونفيرم في فاول، فطلع مارك كلاتنبرج قال حكم الساحه غلطان وحكم تقنيه الفي ار غلطان، ومع ذلك كان موجود امبارح في تقنيه الفي ار في مباراه الاهلي، فبالتالي مبدا الثواب والعقاب موجود ولا مش موجود؟ فدي نقطه اتمنى الاهلاويه ياخدوا بالهم منها كويس قوي الفتره الجايه، الدوري لسه بدري عليه، مهم جدا نحسم كل المباريات اللي جايه ونتعامل مع الدوري على انها مباريات كؤوس، لان كل شيء وارد في اي مرحله. لازم تخلص بدري زي ما عمل فايلر في الموسم قبل الماضي او من موسمين، لما جه لغايه نهايه الدور الاول كان الفريق كبير، فما قدرش المنافس يقرب منك في الدور الثاني ومحدش قدر يساعده انه يقرب منك في الدور الثاني. طيب، الفريق النهارده اتمرن الصبح وكان في استئناف للتدريبات بسرعه عشان في مباراه مع فيوتشر يوم الجمعه الجايه، وكلنا عارفين خلاص مارسيل كولر بقى ليه نظام تدريبي معين، اليوم التالي على طول بيبقى في تدريب استشفائي للاعيبه اللي شاركت وممكن يدي راحه سلبيه في بعد المباراه ب 24 ساعه على ان يستأنف التدريبات قبل المباراه القادمه ب 48 ساعه. قدامكم على الشاشه يمكن دي لقطات حصريه من مران الفريق النهارده صباح اليوم، والحاله البدنيه والفنيه والمزاجيه جوه الفريق الحمد لله تسير بشكل كويس. مارسيل كولر بيتعامل انا بصراحه بشكل كويس جدا، بيتعامل بعداله بشكل كبير جدا. الحمد لله امبارح استعدنا محمود متولي، حمدي فتحي كان تعرضوا لاصابات في فتره سابقه، لكن الحمد لله امبارح شاركوا في جزء من المباراه، كان جزء من التغييرات اللي اجراها مارسيل كولر واطمنينا على حالتهم. فزي ما بقول لكم النهارده يمكن ده استئناف للتدريبات صباح اليوم، مارسيل كولر عمل محاضره فنيه بالفيديو مع اللعيبه قبل انطلاق المران، وفي نفس الوقت كمان كلنا امبارح شفنا مارسيل كولر بيتكلم على مساله الراحلين والصفقات والكلام ده كله، قال لهم انا عمري ما اتكلمت مع اي وسيله اعلاميه، فبالتالي كل اللي بيتكتب في السوشيال ميديا وفي المواقع واللي بيتقال في البرامج كولر امبارح يعني كذب ده صوت وصوره عشان ما حدش يقرا ولا يسمع كل اللي بيتقال. بيرسي تاو امبارح خرج بسبب العضله الخلفيه، النهارده دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي قال ان في اشعه اجريت للاعب، ان شاء الله باذن الله نطمئن على حاله تاو، كل ما بيبدا يخش في الفورمه المباريات وبيظهر بشكل كويس للاسف بيتعرض لاصابات عضليه، نتمنى يا رب باذن الله الفتره الجايه تكون افضل لبيرسي تاو، افضل صفقه لاعب اجنبي، لكن الاصابات للاسف بتعطله في فترات مهمه جدا من مشوار الاهلي. طيب، ترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا كان مهم جدا خلال الساعات الاخيره، نروح لترند الاهلي ونشوف ايه اللي اتكتب بخصوص اخبار الاهلي في الساعات الاخيره. نبدا مع وقت الوطن الرياضي، والاهلي يطلب 500 الف دولار من اجل الموافقه على عرض الباطن. الموضوع ده من دون الدخول في اي تفاصيل هيطول معانا شويه الفتره الجايه. شوف احنا النهارده بنتكلم في 13 ديسمبر، يعني لسه على انتقالات يناير حوالي 18 يوم، بس انا بقول لكم من دلوقتي الموضوع ده هيطول معانا شويه، ولما ندخل في انتقالات يناير انا هقول لكم بالظبط ايه اللي هيحصل في مساله العروض اللي بتيجي القفشه وهل مستمر ولا مش مستمر، لكن بالنظر للرؤيه الفنيه مارسيل كولر بيعتمد عليه في المباراه سواء اساسي او احتياطي لترجع للمدير الفني، لكن طالما بينزل وبيشارك في القايمه يبقى الراجل محتاجه، لكن في تفاصيل لما نقرب من انتقالات يناير هشرحها لكل مشاهدي قناه الاهلي. طيب، كوره بلس وفلافيو النجم الانجولي اللي طبعا عشنا معاه ذكريات جميله وبطولات تاريخيه، النهارده حضر مران الاهلي قبل مواجهه فيوتشر في الدوري، وكلنا امبارح شفناه في مراسم سحب قرعه دوري الابطال، يمكن هو اللي طلع مجموعه الاهلي معانا، لكن النهارده كان موجود في المران وقعد مع الكابتن سيد والتقى باللاعبين وشفنا صوره جميله جدا بينه وبين عم حارس. فلافيو من اللعيبه اللي سطرت التاريخ مع النادي الاهلي واحرز ثلاث بطولات افريقيه مع النادي الاهلي. حساب يلا كوره القى الضوء على زياره فلافيو كمان للكابتن محمود الخطيب، والكابتن الخطيب استقبل الانجولي فلافيو مهاجم الاهلي السابق، ويمكن اهداه تيشيرت ودرع النادي، ويمكن فلافيو من اللعيبه اللي سطره تاريخ كبير جدا، والنهارده يمكن شفنا زيارته زي ما انتم شايفين دي كواليس الزياره وزياره الكابتن الخطيب او زياره فلافيو للكابتن محمود الخطيب، ويمكن في اثناء الزياره كان في اجتماع
لشركة الكورة. شفنا المهندس عبد القيعي، الأستاذ خالد عبد القادر، المهندس أحمد حسام عوض، يمكن هو قدامكم على الشاشة. لكن طبعا الكابتن خصيب رحب بأمادو فلافيو مهاجم منتخب أنجولا السابق ونجم بيترو أتلتيكو والنادي الأهلي، يمكن عمل تاريخ وبطولات مع النادي الأهلي خلال الفترات السابقة. كابتن خصيب أهدى تيشيرت النادي وكمان مضى لي على التيشيرت كذكرى جميلة جدا لنجم النادي الأهلي. آخر حاجة قبل ما أطلع فاصل، كورة 11 تمسك بحسين الشحات، كولر يتخذ قراره النهائي لحسم مصير رباعي النادي الأهلي من المبادرة في يناير. الموضوع ده اتكلمت فيه كتير، وزي ما قلت لكم على انتقالات يناير في تفاصيل كتيرة بتتقال، بس في تركيز كبير جدا على حسين وياسر وأيمن أشرف وقفش مع قرب الوقت مع انتقالات يناير. هنشرح كل ده بالتفاصيل بإذن الله. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر فقرة معانا، ترند المونديال وآخر أخبار كأس العالم فيفا قطر 2022. نقترب من العد التنازلي لختام مباراة كأس العالم فيفا قطر 2022. كأس العالم فيفا قطر 2022 والمباريات الحاسمة، انطلاق مباراة نصف النهائي النهاردة كرواتيا والأرجنتين، وغدا فرنسا والمغرب. كل التوفيق يا رب لأسود الأطلس في التأهل إلى المباراة النهائية وتسطير إنجاز تاريخي للكرة العربية والإفريقية. نبدأ ترند المونديال بحساب يلا كورة وتقارير بتتكلم على كريستيانو رونالدو. رونالدو لا ينوي الاعتزال دولياً وسيستمر حتى يورو 2024. اللاعب يريد الاستمرار في تمثيل البرتغال، حيث يعتقد أنه يمكنه تقديم المساعدة للمنتخب رغم وداع المونديال. شخصية كريستيانو بتعشق التحدي أيا كان الظروف اللي بيواجهها، لذلك أنا متأكد من 2024 بس لو البرتغال عملت حاجة في اليورو اللي جاي ممكن تلاقوه كمان في كأس العالم 2026. حساب في الجول النهاردة ألقى الضوء على تصريحات وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب، وفي هذا المؤتمر تحدث الرجراجي وقال يزعجهم وصول فريق إفريقي لنصف نهائي كأس العالم على أرضنا. وصلنا إلى هنا لأننا نريد تغيير العقلية في قارتنا، نحن لا نريد أن نفرح فقط بالوصول لنصف النهائي، يجب أن تكون الغاية الأكبر هي التتويج، والمغرب لم تصل لهذه المحطة بالصدفة. وبالتالي من وجهة نظره ومن تصريحاته يبدو أنه محضر مفاجأة جديدة هتهز العالم بوصول المغرب إلى المباراة النهائية لكأس العالم. طيب نروح كمان لحساب الوطن الرياضي وتصريحات لديدي ديشامب المدير الفني الفرنسي لمنتخب فرنسا، وقال خلال مؤتمر الصحفي اليوم سنحاول اختراق دفاع المغرب الأقوى بالمونديال. قال المنتخب المغربي يملك أقوى دفاع في المونديال، نتمنى أن نجد حلولا لاختراق مرماهم. لست متفاجئا من هذا المستوى الذي تقدمه المغرب، ولكن تبقى الخبرة الدولية في صالحنا. على الورق انت بتتكلم مواجهة فرنسا والمغرب، فبتتكلم في مواجهة تبقى صعبة جدا، لكن في أرضية الملعب هتلاقوا فيه تفوق لعدد من لاعبي المغرب على عدد من لاعبي منتخب فرنسا. لما تشوف المباراة هتحسوا او مش هتعرفوا مين فرنسا ومين المغرب لتفاصيل كتيرة، ابرزها بص على اشرف حكيمي وكيليان امبابي الاتنين بيلعبوا في فرقة واحدة في باريس سان جيرمان، لكن هتبقى فيه منافسات قوية جدا وفي ثنائيات في هذه المباراة تحديدا، لذلك الكفة متساوية 50-50. نتمنى تأهل المغرب بإذن الله لنصف النهائي. طيب تصريحات لإلياس الشاعر، كورة 11 نقلها النهاردة من خلال المؤتمر الصحفي، ووليد أو إلياس الشاعر تحدث عن مديره الفني وليد الرجراجي وقال عمل بيئة مثالية وصرنا كالعائلة، إذا واجهتك أي مشكلة يمكنك أن تلجأ إليه وهيساعدك. إلياس الشاعر النهاردة تسأل على دور المدير الفني المغربي وليد الرجراجي، تحدث عنه وقال عامل لنا بيئة جيدة عشان كلنا نكون مؤهلين لخوض مباريات كأس العالم بشكل جيد، وقال لو عندك مشكلة ولجأت له هيساعدك بنسبة كبيرة جدا. طيب شروق نيوز، جريدة الشروق، يمكن نقلت تصريحات للظاهرة رونالدو البرازيلي نجم كأس العالم مع فرنسا 98، قال أتمنى أن يفوز المغرب على فرنسا لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث. الظاهرة رونالدو البرازيلي تصريحاته بخصوص هذه المباراة. طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، طيب يعني شايفين مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، سان داونز، الهلال، القطن الكاميروني، مجموعة صعبة، سهلة، ضعيفة، قوية، إيه وجهات النظر؟ أحمد خالد بيقول قرعة صعبة طبعا، وإن شاء الله نقدر نعدي سان داونز والهلال أصعب فرقتين، وتكون البطولة من نصيب الأهلي بإذن الله، أهلاوي وأفتخر. استاذ جمال الشافعي بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ محمد، اهلا بيك يا استاذ جمال. بيقول ان شاء الله الاهلي افضل فرق القاره وان شاء الله ال11 اهلاويه. طيب نروح كمان للاستاذ عبد العزيز سامي بيقول مجموعه صعبه لان اسم الاهلي موجود فيها. تمام. استاذ عبد الرحمن حلمي بيقول مجموعه صعبه بس احنا قدها، البطل لا يخشى احد.
البطل لا يخشى احد، وباذن الله بطاقه التاهل ايا كان ترتيبها الاولى او الثانيه هتكون من نصيب الاهلي للتاهل الى مرحله الدور ربع النهائي. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.